طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. بما أنه إحنا على أساس حكم إسلامي ما لمسنا هذا الشيء بكل تصرفاتكم، ناس بديتوها ويانا بالكذب وراح تنهونها بالدمار. دمرتوا البلد، ماي مالح وكتل الزرع، كهرباء الكهرباء ترابك لايت، الله وامان الله. اذا عندكم مروءه وعندكم انسانيه نحوا عن الحكم، خلي يجي غيركم. كافي 15 سنة بديكم، شنو سويتوا؟ أنا مرة ترى شيعية وأنا ما منتمية لأي حزب. مثل ما جيتوا بجنطة اطلعوني بجنطة، انتوا طلعتوا المليارات لي قدام، ضمنتوا حياتكم انتوا أولادكم وأحفادكم. مثل ما جيتوا بجنطة اطلعوني بجنطة. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نتحدث في بداية هذه الحلقة حول الأوضاع في محافظة البصرة. يعني اليوم أكد النائب صفاء الغانم بأن مجلس محافظة البصرة ونوابها حددوا فترة 10 أيام لتنفيذ إجراءات الحكومة في بغداد بشأن وضع محافظة البصرة. الغانم قال بأن البصرة حددت عدة مطالب أبرزها الإطلاقات المائية من قلعة صالح بالتحديد، بالإضافة إلى موازنة البصرة المالية، مشيرا إلى أنه بخلاف ذلك ستكون هناك اعتصامات مفتوحة وتصعيد داخل البرلمان. وبالفعل اليوم بدأ أهالي البصرة بحرق الإطارات السيارات في الشوارع، وأغلقوا العديد من الشوارع وبدأوا بالاعتصام والتظاهر بسبب تلوث المياه وحالات الإصابة بالإسهال بسبب تسمم المياه، ويعني وصول المياه مختلطة معها الطحالب، مختلط معها الطين. خلينا نشاهد هذه الصور وإحنا نتحدث، صور من محافظة البصرة كيف قام أهالي البصرة. هذه الصور طبعا تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صفحة البصرة على فيسبوك، قاموا بحرق إطارات للسيارات ووضعها في الشارع، إغلاق شوارع في البصرة. صورة ثانية نشوفها كذلك نفس الموضوع، هذا غلق شارع، الناس يعني وصلوا إلى حد بعد ما يقدرون، يعني وصل الحد تسمم ومي مالح ووضع مزري في البصرة، أضف إلى ذلك الكهرباء، أضف إلى ذلك النفايات والخدمات معدومة، إهمال حكومي واضح جدا في البصرة وفي المحافظات الأخرى. هذه الصور تم نشرها قبل أقل من ساعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر غلق مدنيين من محافظة البصرة للشوارع، بدأ اعتصام في البصرة. صورة أخرى كذلك تم تداولها توضح نسبة الملوحة، رسم بياني يوضح تلوث المياه والوضع في البصرة. خلينا نشاهد هذه الصورة، هذه الصورة سلم الإنذار البيئي، الترتيب آمن، آمن مع مراقبة، مثير للقلق، تحذير، تحذير جدي، خطر، خطر جدا، خطر جدا كما واضح. وبعدين يجي وراء كارثة وفناء آخر، أول سلم يبدأ باللون الأزرق وآخر سلم يبدأ باللون الأسود. اليوم البصرة كما تم تداول على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة واصلة إلى خطر جدا. نعم، اللسان الملحي، يعني كذلك مجلس محافظة البصرة حذر من اجتياح اللسان الملحي لجميع المحافظات الجنوبية والفرات الأوسط. يعني الموضوع مو مقتصر بس على محافظة البصرة، هذه الملوحة
يعني راح تمتد إلى لا سامح الله إلى المحافظات الجنوبية الأخرى وإلى محافظات الوسط الفرات الأوسط. عضو المجلس أحمد عبد الحسين قال بأن وزارة الموارد المائية أنشأت قناة إروائية بأكثر من 400 مليار دينار. تم إنشاء قناة إروائية لتجفيف اللسان الملحي في شط العرب ودفعه، لكن يقول لكن دون جدوى. وأضاف بأن الأملاح وصلت إلى القناة الإروائية، الأمر الذي أعدم من فائدتها، كما وصلت إلى مناطق شمال البصرة. يعني تخيل عزيزي المشاهد 400 مليار دينار عراقي لقناة إروائية من أجل دفع المياه حتى الأملاح تروح إلى شط العرب وبعدين إلى الخليج. 400 مليار على قناة إروائية وما مسوي شيء، يقول لك ما قدمت أي شيء هاي القناة، بالعكس إنه الملوحة وصلت إلى القناة الإروائية، إلى القناة الإروائية. معنا اتصال يوسف من بغداد، تفضل يوسف. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. نعزيكم ونعزي أنفسنا ونعزي الشعب العراقي بهذه الكارثة الذي حصلت في البصرة، وهذا التلوث والعار والخزي على الحكومة وعلى الأحزاب الإسلامية وعلى مراجعهم الأصنام. يا شعب العراقي اتركوا معبد آمون، يا شعب العراقي ترى الجاي أنقاس، ترى الجاي أتعاس، ترى لا حول ولا قوة، عوفوا بعد فلان وفلان، ترى كله كذب بكذب، عمي هاي فد وحدة وزيرة الصحة كافرة وملحدة، والله لا يوفق إن شاء الله وينتقم من عدها، فد وحدة حرامية ومجرمة. يعني أريد أعرف بعد لي وين بعد، شنو اللي يصير بينا حتى الشعب العراقي الجبار يتحرك؟ أريد أعرف شنو بعد يصير بينا حتى الشعب. عمي إحنا شعب ما بينا خير، عمي إحنا شعب جبار، الله وفقك ومحمد كفيلك. لا والله أستاذ، مو دا يطلعون مظاهرات الناس البصرة، ايش قد طت خلال هالفترة القليلة الماضية؟ يطلعون مية ملايين بالبيت، يوميا ندعي بساحة التحرير يجون 5-6 والباقي قاعدين بالبيت. يا اخي احنا بعد لو نحكي لو ما نحكي، يا شعب العراقي اطلع، يعني معقولة هاي الغيرة مالتنا مال العراقيين؟ شالت فد مرة مو ثورة ال20 وثورة البطولات، وينهم العد؟ وينهم؟ كل من يا اخي دايم والله الا السيد يعطينا فتوى، الا الشيخ يعطينا فتوى، الا المرجع يعطي، ادري يعني شلون يعني مصر هم بيها مرجع، هم بيها مراجع من صار الثوره، قول لي جاوبني، تونس هم بيها مراجع؟ عمي والله بحكون عليكم، والله العظيم بحكون عليكم كلهم، المصلحين والساده والمعممين، شوفوا مصيركم يا عراقيين، والجاي انقسر وراح يطببون العراق، وصرنا مطلوبين ندش على راسنا، وذولا كلهم مجهزين باوروبا وقاعدين وياكلون ويشربون بالنعيم. وابسط شيء عدنان الاسدي ذاك اليوم طلع يقول والله انا ابني برا خاف علي اجيبه هنا، لان بس هم طياراتهم وتجيبهم وقت الدوام ويروحون. الشعب العراقي اطلع عني، شفتوا تتذكر خميس الخنجر الارهابي وداعش وكذا، هسه قاعد يمهم بالمنطقه الخضراء. يا اخي وين العدل؟ وين العداله؟ ليش نستبعد احنا البغدادي باشر من راح يجيبوه يقولون هذا البغدادي خلينا نسوي مصالحه وطنيه؟ لعرفت تضحكون على الشعب العراقي، انتم من هم واليهم؟ عمي عفوا للعراق وطلعوا، عفوا للعراق، عفوا بمسقاطاته بسخاماته، عفوا طلعوا. زين احنا والله العظيم قبل صدام حسين نترحم عليه، سقمنا الحفر كفينا، كنا نبيع الطحين، كنا نبيع الشكر، كنا نبيع الزيت قواني. زين الف رحمه على روحك صدام حسين، وخليت الشعب كله يترحم عليك، والله والله يعلم السواء خالك بيا جنة من وراء هذا الشعب اللي قام يترحم عليك، والشيعة قامت تترحم قبل السنة. اما الرجال شيعي وشروقي كفيلك العباس ابو فاضل، الف رحمه على روحك صدام حسين، لا يرجع لنا عزة الدوري اشرف، لا يرجع لنا حسن المجيد اشرف. عمي تعبنا مليانة، الجامعة العربية وين؟ الامم المتحدة وين؟ حقوق الانسان وين؟ عمي السجون مليانة ابرياء ومليانة معتقلين وناشطين، اللي عاد يضربون ناشطين القطار مال البصرة. وين العدالة؟ وين مدار الأصنام اللي قاعدين بالنجف؟ وين هسه باشر عقبة حيضيعون هيهات من الذلة؟ المنصح هيهات من الذلة أكثر من هالمذلة إحنا اللي بيها. وين شو بعد الأشاير كلها أطفال الجدي وإيران تنزل بهالمخدرات وترجع لي وراي؟ وين عمي مناشد الملك السعودية خلي يسوي نشارة، مناشد القوات درع الجزيره خلينا نسوي لنا شاره وتخلصنا من يجيبون مال البصره، اناشد الملك سلمان، احنا الشعب العراقي كله ناشد الملك سلمان ومحمد ابن سلمان الله يحفظهم
مناشده وارجو اخبارها من ذي عوها. امانه الله برقبتكم، خلي يدز لنا شاحنات مال ماي للبصره. ناشد دول الخليج، مواطن انا عمي عراقي منكم وبيكم، انا عربي من دمكم ولحكم، خلصونا من دول الفرس المجوس. نعنت الله عليهم ان شاء الله. الشعب عمي كله بعد ما يريدهم، وما حد انتخبهم ترى، كله كذب. 30% طلعوا بس اللوبيا والذيول مال ايران انتخبوا، ترى ما حد انتخبهم، كله كذب. الله وكيلك ومحمد كفيله، كلهم بالتزوير الجوي، السيد والشيخ والمعمى وكل محجر سامع، كلهم عفطيه وسبنديه لان سووها بلا معهم. ولكن تروحين ايش دقيقتين يا ملعون الوالدين يا وزيره الصحه، وتروح تقعدين تاكلين سم الحسن والحسين بقلبك ان شاء الله، سم ايش تاكلين هناك. والشعب العراقي كله ده يسبح وده يتقتل يا استاذ النبا جرثومه، باكر توصل الجرثومه لبغداد، هو غير من المي، باكر توصل الجرثومه لبغداد، وهم قاعدين ارقى المي. يلا وكيلك يقول لك حتى المي يجيبوا من برا مالتهم، ما يشربوا هذا اللي هنا. نعم. طلع عراقي ما نقول عمي، خلي النساء تنتفض لين بعد ماكو ظلم بالعراق. واني اشكركم واسف على الاطاله. يوسف من بغداد كان معنا. طبعا المتظاهرون في محافظه البصره تحدثوا عن مأساة المحافظة، قالوا بأنهم سئموا الوعود الحكومية الكاذبة، وأنهم يريدون تغيير هذه الحكومة ومجالس المحافظات بشكل جذري. خلونا نشوف هذا المقطع لبعض المتظاهرين، نرجع لكم. الآن اللي يريد تغيير جذري بعد هاي وعودهم كاذبة من 2014 إلى حد الآن، سوف وسوف. زين، ابصر في ذاك اليوم من اجى هذا العبادي، ها، انطى تعيينات هو وهذا وزير النفط 10,000 وظيفه كذب وما لها اي صحه. زين، احنا نريد الان الغاء البرلمان، الغاء مجالس المحافظه، الغاء المحاصصه، كلها ما نريدها هاي. احنا سايد ماي مالح، كهرباء ماكو، عمل ماكو، احنا نريد تغيير نظام جذري، وان شاء الله المعتصمين باقين. الحزب الذي يرى نفسه لا ليس له موضع قدم في بغداد أو في السلطة القادمة يتحول إلى معارضة، ولكن هذه المعارضة ليست معارضة الشريفة، إنما معارضة تحاول أن تصل إلى الهدف وتعطي عدم الاستقرار وعلى حساب المواطن في البصرة. مقصودة يعني في سبيل أن تطي رسالة، كل الأحزاب الفاشلة تطي رسالة إلى خصومها بأنه هو موجود ويحاول يفعل وضعه في داخل البصرة الآن، لأن البصرة الآن هي بيئة مهيئة. نعم، طبعا معهد ميدل إيست مونيتور للدراسات حذر من أن أكثر من 3,500,000 عراقي في محافظة البصرة مهددون بالموت بسبب تلوث المياه. ومديرية الموارد المائية في البصرة قالت بأنها مسؤولة عن زيادة تلوث مياه البصرة، مما أدى إلى انتشار الأمراض المختلفة في جميع أنحاء المدينة، وأكدت بأن سكان البصرة مهددون بالموت إذا استمر الحال على ما هو عليه. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك حضرتك وقناة الرافدين كل الكادر. يا أهلا بك أستاذ عمر. هو هذا المطلوب من أهالي البصرة، والمفروض مساندة بقية المحافظات الأهالي البصرة، لأن ما دام الشعب ساكت أستاذ عمر على كل الجرائم اللي تقوم بها هاي الحكومة ضده، ما راح يتغير أي شيء. الحكومة وقواتها وميليشياتها ومعمميها من يقتلون واحد من أبناء الشعب، وتقول الأهل يا بترى ابنك انقتل على إيد القوات الحكومية والميليشيات، تلقيه بالبداية يفور وينتفض ويقلب الدنيا، وبعدها يهدأ وكأنه يقول ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني الشعب اللي ترك الله سبحانه وتعالى والقرآن الكريم وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وتمسك بفتاوى المعممين اللي أوصلهم إلى مرتبة أعلى من مرتبة الأنبياء، لا يطلعوا يهتف ويصيح هيهات من الذلة. سيدنا الحسين عليه السلام رفع هذا الشعار، يعني دفع ثمن روحه وأرواح أهله وأصحابه في سبيل الحق، مو كان مجرد شعار تجون من بعد 1400 سنة ترددون وأنتم عايشين بأشد حالات الذل. معمميكم اللي يطالبون بدفع تعويضات الإيران ما يوازي ميزانية العراق لأكثر من 15 سنة الجاية، أنتم سويتوهم أنبياء وسكتوا عنهم. ابنك اللي يحمل شهادة جامعية دفع الدم قلبك حتى يحصل عليها، وهسه عاطل عن العمل أو فاتح لبصية على واحد من الأرصفة، وابن المسؤول والمعمم اللي ما يحمل شهادة حتى الابتدائية مستلم أعلى المناصب بالدولة وانت ساكت.
يعني شنو هالوضعية هاي؟ يعني أنت وابنك ساكتين على هذا الوضع، يعني هذا يخلي وين ماكو واحد نكرة حش الحضور وجاهل يتحكم بيكم. يعني بعدكم يوم راح تعقد، بعد كم يوم يعني راح تعقد جلسة افتتاح المجلس النواب، وراح تكون أغلى جلسة البرلمان بالعالم، لأن راح يخصصون بيها لكل نائب 50,000 دولار، طبعا هاي لتحسين حالته المعيشية، وانت قاعد تشرب مي ملوث ومحروم حتى من الكهرباء. النائب اللي انت انتخبته راح يصير ملياردير طبعا خلال 4 سنوات، وانت واولادك طالعين من الصبح تجمعون قواطي فارغة من حاويات القمامة حتى ترجعون لبيتكم وتجيبوا لكم 5,000 دينار تمشون بها اموركم، ومع ذلك تكتف هيات من الذلة. الطفل يا استاذ عمر اللي انولد برفحاء وهسه عايش بالسويد وبقية دول العالم، الحكومة اعتبرته مجاهد ومضطهد، وهسه دا يستلم 2.5 مليون دينار عن كل شهر، وهو ما شايف العراق ولا حاط رجله بأرض العراق، وانت اللي خدمت الدولة 40 سنة وطلع التقاعد ب1 مليون دينار كل شهرين وراضي وساكت وتهتف هيهات من الذلة. أرضك وهذا بستانك اللي مساحته 40 دونم مثل ما طلع أحد الأخوان والتقوا به يقول استولى عليها عمار الحكيم، طيب أنت ساكت وراضي ليش؟ يعني أنا أوجه كلامي لكل أب وأم أحد أولادهم منتمي لأي فصيل ميليشياوي، عليه أن يسحب ابنه ويقول له إحنا كاتلنا الضيم والعوز وأنت تنتمي للميليشيات اللي سرقت خيرات البلد مقابل مبلغ بسيط ضحكوا عليك به. إذا كل عائلة تسحب أبنائها من هاي الميليشيات وتنتفض ضد الحكومة والمعممين والميليشيات راح يصير تغيير، وبدونها راح تبقون طول عمركم تهتفون هيهات من الذلة والمقابل طبعا يضحك عليكم. حولوا هاي زياراتكم المليونية للأئمة، حولوها ضد الحكومة والمرجعية والمعممين، وخليه يكون بعلم الشعب. يعني إذا يريد يصير تغيير البداية تبدأ تغيير المرجعية وقلع المرجعية، لأنه المرجعية هي اللي تضحك على عقول الناس وهي اللي تخدرهم بفتاواهم هاي اللي ما أنزل الله بها من سلطان. إذا انتهت المرجعية أستاذ عمر من العراق راح يكون الطريق ممهد للقضاء على كل الفاسدين وكل اللي يجوي خلف الدبابة الأمريكية، ولا من غير هالوضع هذا وهالطريقة هاي راح تبقى المرجعية تضحك على عقول الناس ويوميا طلعت لهم فتوى، ومن يشوفون نفسهم مضايقين راح يطلعوا لهم فتوى يقولوا لهم سكتوا احنا راح نحل لكم مشاكلكم، و15 سنة وهي المشاكل تتفاقم وما صار لها اي حل. النتيجة النهائية القضاء على كل المرجعية وكل الفاسدين وكل المعممين وكل البرلمانيين اللي موجودين بالعملية السياسية اللي ما مهتمين الأمور الشعب نهائيا، وندعو بقية المحافظات يساندون أهل البصرة، لأنه أهل البصرة انتفضوا من جديد وهذا اللي كنا نتمناه، يعني يساندوهم بكل الطرق، يطلعون وياهم مظاهرات بكل المحافظات، يضيقون على الحكومة. وجدكم أيام الزيارة المليونية، وطلع لي قبل البارحة وأول بارحة مقتدى الصدر يقول الرسالات مليونية للقضاء على الفاسدين. طيب مو أنت اللي كنت صيح قلع شلع هذول كلهم فاسدين، أشو هسه أنت قاعد وياهم ومتحالف وياهم وتردون الشكلون الكتلة الأكبر وتريدون الشكلون حكومة؟ وين الفاسدين اللي كنت تحكي عليهم أنت؟ شنو هسه موقفك من عندهم؟ لو أنت هم من ضمن الفاسدين وكل العالم يعرف وكل الشعب العراقي يعرف بأن أنت والمرجعية كلها أنتوا فاسدين وما قدمتوا للشعب أي شيء، وخليتوا هذول الحثالة حش الحضور يتحكمون بمصير هذا الشعب. حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم يا من دمرتم العراق. وأكررها وأدعوها، المحافظات البقية لازم تساند محافظة البصرة وجماهير أهل البصرة، لأن الانتفاضة إذا عمت كل المحافظات العراقية هذول ما راح يبقى لهم وجود. نعم. ومع تحياتي لحضرتك أستاذ عمر. شكرا أبو ناصر من تركيا كان معنا اتصال أم أزهار من بغداد. تفضل يا أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وسهلا بك. وعامليها بالنسبة لهاي الحكومة، بالنسبة إلى البصرة كانت هي الميناء اللي ترشب به السفن
وكانت المتنزهات على جوانب شط العرب، وكانت الناس عايشة في منتهى السعادة، وكان الناس عايشة ولاكو جوع ولاكو مرض ولاكو أي مثل هسه نشوفها الجفاف والمرض وسرطانات. سرطانات إن شاء الله إجت على هاي الحكومة اللي إجت لنا، سرطانات إن شاء الله إجت على هذول الجو خربوا هذا البلد. إن شاء الله اليوم هو يوم لكم ويوم عليكم. أما بالنسبة إلى الحفالات الموجودة هنا اللي يتحركون على الكراسي، ما هم هذول المتظاهرين؟ أنا ناشد المتظاهرين وهسه اعتصموا بالبصرة إنه سانجهم الوسط والجنوب والشمال، الوسط والشمال بالسلاح. ما يفيد الاعتصامات ولا يفيد التظاهرات هالشكل إذا ما بالقوة، لأنه هذول إذا ما نفوا محافظات المحافظين مع البصرة وهذول الشركاء في هاي الدولة السافلة الدنيئة، ما يصير شارة، ما يصير شارة إلى العراق إذا ما ينتفضون انتفاض بالسلاح وبالقوة. إذا انتفضوا بالسلاح بالقوة على أهل الجنوب، راح هنا راح يجون على أهل الخضراء الجبناء، هذول ناس جبناء، هذول متقاوين بالحشد مالتهم، متقاوين بالعصابات مالتهم. الله ينتقم من كل ظالم، من كل من ظلم هذا العراق اللي كان هو جمجمة العالم كله، وكان العراق عايش أحسن عيشة. وألف رحمة، ألف رحمة على صدام لما كان هو حاكم هذا البلد من الشمال إلى الجنوب، ما كان لا إيراني ولا أي حشد ولا أي من ذول المعممين اللي طلعون يحشون. إجوا حفاي لفاي من إيران وإجوا هنا نباقوا ونهبوا وصاروا يقعدون على كراسي ومناصب وفلوس، وإن شاء الله الله ينتقم منهم سنة ودم إن شاء الله تنتقل كلها بأولادهم وأحفادهم وينتصر العراق إن شاء الله. وأنا أشكرك. شكرا أم أزهار من بغداد كانت معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين. طبعا اليوم مديرية بيئة الجنوب أعلنت بأن فحص العينات، يعني خلينا نسمع هذا الخبر. يقول أعلنت مديرية بيئة الجنوب أن فحص العينات المأخوذة من مشروع ماء البراضعية بمحافظة البصرة يوم أمس الأربعاء أثبتت عدم وجود طحالب سامة فيه، في حين أن فحص المشروع يوم أمس أثبت وجود هذه الطحالب. يعني معقولة بيوم وليلة راحت الطحالب السامة؟ مدير عام المديرية أحمد حنون قال للمربط، قال بأن المديرية ستشرع اليوم الخميس بأخذ عينات للفحص من جميع مشاريع الإسالة في البصرة لغرض التأكد من احتوائها على طحالب سامة من عدمه. وأشار إلى إبلاغ بيئة الجنوب لوجود طحالب في مشروع آخر دون أن يسميه، لافتا إلى أنه لا يمكن إغلاق مشروع ماء أو التكهن بوجود طحالب سامة إلا بعد فحصه. وأعلن مدير ماء البصرة زهير جواد أمس الأربعاء عن توقف مشروع ماء البراضعية الذي يغذي المناطق القريبة منه وسط المحافظة لظهور طحالب خضراء مزرقة كما قال، والتي تعتبر طحالب سمية، وفيما أرجع ظهورها إلى ارتفاع نسب الأملاح في المياه مع بداية انخفاض درجات الحرارة. أكد أنه سيتم غلق أي مشروع مائي إذا ثبت وجود ما يستدعي ذلك من الطحالب أو المسببات الأخرى، مؤكدا أن موعد إعادة تشغيل مشروع البراضعية من جديد مرهون بالموقف البيئي.
المرشح الفائز عن البصرة عدي عواد قال بأن فتح مجاري فتح مياه المجاري الثقيلة على مشروع الماء في منطقة البراضعية وسط المحافظة، وأبدأ استغرابه من هذا الإجراء الذي قال بأن أي بلد آخر لم يحصل فيه ما حصل في محافظة البصرة، يفتحون مياه ثقيلة على مشروع ماء البراضعية هاي في محافظة البصرة. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر، علماء الطبيعة، أحد علماء الطبيعة اكتشف أن الماء ليس له طعم ولا لون ولا رائحة. نعم. نعم أبو عمر. الصوت يقطع. الصوت يقطع. أبو عبد الله من تركيا. أم عبد الله من تركيا. تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أم عبد الله من بغداد من تركيا. من بغداد. تفضل يا أم عبد الله. إحنا سمعنا. تحياتي لحضرتك وإلى قناتكم الشريفة ولكل عراقي وخاصة المتظاهرين الشرفاء. نعم. أستاذ، احنا ما نريد نعيد نسقل مره ثانيه انه نعدد الشغلات اللي بيعاني منها العراقيين. احنا نريد انه يجينا شخص وينتخب شخص بقوه يرفع راس العراقي عاليا، مثل ما كان العراق سابقا كان عالي، ارفع راسك يا عراقي. الفراغ السياسي اللي هسه موجود الى ان يتم تشكيل الحكومه أدى إلى وضع متأزم والكل ملتهي بنفسه من القوة الحاكمة، وهم اللي أعلنوا بأنفسهم أنهم فاشلين في إدارة الدولة. إذا أنتم فاشلين ليش مرة ثانية ترجعون؟ ترى هذا يعني أنتم يعني تتعبون أو تضحكون على نفسكم. أنا أريد من المتظاهرين الشرفاء أنهم يريدون يخلصون الوضع اللي موجود إحنا بالعراق. لازم يقولون كلتهم بالاتفاق مع كل الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه، وهو أنه يختارون شخصية قادرة على إدارة البلاد، لأنه إحنا عندنا هواية خارجين عن القانون. فإذا ما يجينا شخص قوي، وأنا أرشح خالد العبيدي. خالد العبيدي رجل عسكري وقانوني ويقدر يدير البلاد، بس من هنا الموافقة قد تكون إنه قسم مع أخواننا الشيعة، قسم يقضون وقسم ما يقضون. خلي نخلص من هاي الشغلات اللي بيأدي بها الشعب العراقي. لا. إحنا نتواحد، إذا ما قبلنا عليه بدلوه ويلغي البرلمان، الحكم البرلماني. أم عبد الله تتذكرين لما سووا له بالجلسة، جلسة البرلمان، سووا له دعوة يعني للتحقيق معه للاستجواب. وللاستجواب، وبعدين اتكلم قال لك طوني رشوة وخابرني سليم الجبوري وحنان الفتلاوي حتى بس أسكوت مقابل هالقد مليون دولار. إيه رفضها. وبعدين طلعوه، بعدين طلعوه يعني في وسط يعني رباط السالفة مالتنا. مع وجود هؤلاء، مع وجود هذه العملية السياسية، لا خالد العبيدي ولا غير خالد العبيدي يقدر يسوي شيء. طبعا هم متهم هو باختلاس الشعب العراقي. نعم. الى شخصيه عسكريه قويه تأييد الشعب العراقي. اذا ما يأيدوا الشعب العراقي ترى ما يقدر يشتغل استاذ. ليش؟ لانه هسه احنا ايران متدخله، ابنائنا تقتل، اهل البصره يسممون. يعني الى متى هذا الوضع؟ احنا زين البرلمان من راح يجي مره ثانيه راح يشكلوه هم تدبير لثروات البلاد، وهم الفقر مستمر، وهم المعاناه الشعب العراقي وماكو خدمات، والى متى؟ حتى كاظم الساهر اللي اني من الناس احكي عليه، بس انه ابدا موقفه وطني انه اراد يقوم عمليه وضع جعل محطه لتحليه الماء، طلبوا من عنده ان هو يمول، كاظم الساهر يمول المشروع على شرط انه هم يختارون الشركه. لا. ليش يختارون الشركه؟ لانه هم حراميين وراح يبقون حراميين وراح يؤذون الشعب العراقي. ترى العراق كله راح اذا احنا من نحاول انه نلملم سياده العراق والشعب العراقي ونوقف على حنا احنا كعراقيين، ترى العراق انتهى. رجاء يا متظاهرين اتقوا الله
وخلوا الشعب العراقي قدامكم، احنا لازم نخلص من هاي الازمه. وانا اطلب من الشيعه اخواننا الشيعه والسنه كلهم انه يختارون، اذا ما قبلت عليه اختاروا نظام جمهوري لا برلمان. احنا البرلمان نشيدنا استاذ لانه عرقله، باقونه يعني ما بقى احد يعني نقدر نعتمد عليه. فاذا يريد العراق ينتهي خليه ينتهي، اذا هم قابلين العراقيين وجا يريدون، هم مصممين على انه يرفع راسنا للعراقيين. حتى كان يقولون على صدام حسين انه متخاذل وهذا طاغي، لا ما كان طاغي صدام حسين، لو كان طاغي وحرامي كان انهزم، بس اثبت انه هو بطل. كلمت كل الدول الاجنبيه وخاصه ايران والاحزاب يعني الحاكمه هسه بالوقت الحاضر، خلصوا من عنده لان يعرفوه هو البطل، وهم يعرفوه انه كل زين هو حامي سياده العراق وهو اللي كان يحمي العراق من ايران. فاني اطلب خالد العبيدي انه يترأس، وان شاء الله يعني ان شاء الله نقول خير يا ربي. يعني كان هو معاهم، كان معاهم في السلطه وكان وزير دفاع وراضي، نعم وراضي راضي بهذه العمليه السياسيه، ويعرف خبايا يعني هو من صار وزير دفاع ما يعرف ذول السراق وحراميه وفاسدين. ام عبد الله اكيد بغداد. لانه كان البطل استاذ انت يعني فتره المصل منو الذي كان هو مو كان يحارب داعش؟ اش داعش هسه يريدون يصالحون وياهم؟ يعني ما عرفنا اش كل اعداء العراق واعداء الامه الاسلاميه والعربيه دي يصالحون وياهم؟ ايش بقى؟ يعني بس احنا اكلناها، اكلناها اهل السنه اولا وبعدين الشيعه ثانيا، واحنا قلنا لهم يا شيعه ترى الدور عليكم، لكن ما حد سمع كلامنا. انا اشكرك ام عبد الله من بغداد كانت معنا. معنا ابو عمر من السليمانيه عاود الاتصال معنا، تفضل ابو عمر. سلام عليكم. الصوت طبعاً. الصوت كان مو واضح طبعا قبل شويه. نعم نعم فضل. نعم وياك استاذ عمر هسه واضح؟ نعم واضح واضح استاذ عمر. علماء الطبيعه بالبدايه اكتشفوا ان الماء ليس له لا طعم ولا رائحه ولا لون، لكن المفروض الان الامم المتحده وخبراء ناسا وكاله ناسا وخبراء العالم كله ان يعرفون اكو بالعراق تم اكتشاف نوع اخر من الماء له طعم وله لون وله رائحة، مواد كيميائية، طحالب، أملاح، كل شيء موجود به الحمد لله. وهذا فخر بعد الحضارات 3000 سنة، حضارة عمرها 3000 سنة على مود يعرفون. لكن مو بصحة للأخ يوسف، يا أخي يوسف أنت قلت الشعب العراقي يحب جبار عنده غيره، لا أهل الغيرة طلعوا، أهل الغيرة في 2013 طلعوا سنة كاملة يظهرون، لكن اللي ما عنده غيره والشرف اللي لبى نداء من مجوسي وكل كلاب الحجم ها وقال لبيك وسعديك ابو السوس يعني وشال السلاح وكذا اهل الغيره، هذول ما عندهم غيره وشرف. عليكم تعرف كافي الكلام هذا تتكلموا زين، هذا عليكم تعرفون قدركم ووزنكم، وين كانت اصواتكم سابقا من اهل الغيره طلعوا؟ انا هذا الكلام يا استاذ عمر، هذا الكلام محسوب علينا احنا نحسب اولا. كان السنة والجماعة يعني احنا ما عندنا غيرة، احنا عندنا غيرة وطلعنا وخلونا ولعب في تجربة سيد ممتاز راسكم يقضي هذا تجربه ويا جماعة عصابة كلها ويا منافق هذا الخبيث موبامة ويا عراق لعبت هاي التنفيذية ودمرت ولحد الان وعين النتائج تحملوها انتم كل سمعت يا يوسف لا انت ولا غيرك ما افضل ان يقول الشعب العراقي جبان، الجبان يعرف نفسه والغيرة سيدي يعرف نفسه اخذ يعرف كل واحد قدره وقيمته. ثانيا استاذ عمر الو اسمعك هذا كلام حق. ثانيا استاذ عمر عندك الشيخ البطل المجاهد عبد الحميد المهاجر مره من البصره جامع له 50,000 واحد من اهل البصره يقول انا جايب لكم طن وربع شفرين، هاي الشفرين الواحد تشفي عشيره بعد عليش هذا التعب والمظاهرات تدورون على ماي وعلى ادويه وعلى هاي الشفريته وحده تشفي عشيره مو عيب، هذا عقيدتكم هذا انتم صدقتوا به زين. انا جايب لكم هسه تبرعات وانا من عندي هم كيلو شفريت ومن قناه الرافدين هم كيلو شفريت ونشوف خلي ونشوف النتيجه
يا ترى حيتم ابو عمر من السليمانيه كان معنا اتصال ابو فهد من الطارميه. تفضل ابو فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. احييك وحي قناه الرافدين البطله. حياك الله يا اهلا بك. والله يا اخوي احنا صارت كلمه ممله قول هالشكل وقول هالشكل وقول ما يفيدون. والله الشعب العراقي كله يعرف، كلهم يعرفون دوله، يعني شلون ذبت هاي الدوله المسؤولين مالتهم بالزباله، المفروض دوله بالزباله. واحنا الناشد اخواننا اللي بالجنوب الشرفاء اللي ما ينتمون لايران، الناشدين واحنا الناشدين السله المناطق الغربيه، احنا نعتذر من عندهم، ما نقدر نطلع مظاهرات. واحنا لا نطلع مظاهرات نشيل السلاح، بعد ذلك ما يصير فيها مظاهرات. وناشد اخواننا بالجنوب، يا ترى هاي المظاهرات ما عرفكم وش فيك، لا حد يقشمركم ويقولكم هذول على جند سله بربكم. السنة عم ترى ما مطاعم بالجيش، بين ألف خمسة وثنين مطاعم بالجيش، ذولا جماعتكم، وهذا أبو العمر طلعوا لا طلع سن معتب، ذولا كلهم شيعة من عندكم، أخواني ترى ما يفيد بهاي الحكومة إلا شيل البندقية وأجل بغداد، إحنا من نطلع مظاهرات رأسا دعوتنا كان رأسا أربع أرهاب وخلونا، فأخوان هاي ترى تشربون مي مالة أحمد شنو أحمد بالنسبة لبعضنا بعد ما نقدر هاي شيء. ما نقدر نساعدكم، بس احنا المناطق ما يقدر يجون، احنا عذبناهم وعذبنا الجيش مالتهم، عذبناهم وعذبنا الجيش مالتهم، فقط بالله لا يقدرون خلينا يخلون سنه بالعراق. فاخوان شوفوا هاي المظاهرات ما تفيدكم، والله العظيم ما تفيدكم، ولا المرجعيه تفيدكم، ولا مختبئ تفيدكم، ما حد يفيدكم، انتم دستوركم ومرجعيتكم القران. لا يقشمركم مختلف غير مختلف، انتم مرجعيتكم القران اذا كنتوا اسلام صالحين. ترى ما يسويكم لا تستاني شيء ولا مختلف ولا غير، كلهم دول مظلومين ويا العباد وغير العبادي. اخوان صحوا على نفسكم وعلى نحبكم، احنا والله نحبكم ونتعلم من يصير هالشكل بيكم، ونتعلم من تشربون الماء مالح كلنا نتعلمها، وانتم اخواننا واحنا صرنا يعني خاله وابن اخته وياكم، هاي لو ضيعونها احنا قلوبنا عليكم، بس احنا محاربين من قبل هاي السلطه، محاربين احنا كل ولدنا وكل احبابنا كلها بالسجون، وانتم هذا الشغلات تدرون بها، ابنائكم حرس واسالوهم، السجون متروسه بالسنه، ولحد الان ان شاء الله ما يقدر يصلون مناطقنا، جاي يتلون ترى بالليل جاي يتلون، وشكرا. شكرا ابو فهد من الطارميه. معنا اتصال ابو حكمه من الموصل. تفضل ابو حكمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا استاذ. اهلا بك تفضل. والله استاذ بالنسبه هاي مالت البصره مع الملوحه ومع الحكومه تسوي شيء كل شيء ما تسوي. الله من ذلك. هذا اسمه كل شيء والله الحكومه الا تبديل من العرج. المفروض اهل البصره كلهم يتوحدون، مجلس محافظ او المحافظ كلهم يعزلوهم، لا ما يفيد وياهم، بالعين والراس ما يفيد، الله بذلك هذول لازم كلهم يصيرون ايد واحده، والله ثوره تصير عليهم. مع المساله العين والراس هذول ما يفيد، لان يعني كلهم نصهم دجاله وعيبوبون والشعب ميت، وتشوف يوميا اذا تطلع وزيره الصحه على اساس تقول والله هيك حالات بسيطه، ايه ما بسيطه، يوميا بالالف حاله، الف حاله تسمم ومكان، والله ما يفيد اياهم هذول، الله بذلك هذول يراد لهم شلع ولا يخسرون اي نفر بهم. نعم. اذا عندك سؤال سألني. ابو حكمه احنا تكلمنا على 400 مليار دينار فقط لقناة إروائية وفشلت طبعا بحسب مجلس محافظة البصرة، 400 مليار دينار عراقي قناة إروائية وتفشل والملوحة توصل لها للقناة، شلون راح تنحل المشكلة هاي العاد؟ والله هذول 400 مليار هذول عندهم عزيمة سياسيين حيسووها حيكلفها على المصاري. نعم. بس هم ما يريدون، هم مع البصره قاموا بانتفاضه ها وضد ايران، هاي سببها ايران قطعت الماي
وقالوا خلي يشوف البصره يموتوا وانطوا البطاقه للحكومه، قالت ديروا بالكم حتى لا تعالجوهم. هاي اول واحد عليها. نعم. انا اشكرك ابو حكمه البصره كان معنا. نقرا رساله واتساب يقول يقول يا عمر حقيقه استغرب من أن المتصلين لم يتحدثوا عن الانتخابات المزورة غير القانونية والسكوت عنها لتمرير طبخة جديدة ومجيء حكومة أكثر تخلف وحقد وأكثر انتماء إلى إيران. الأمر المهم الآن هو إلهاء الشعب ببعض الشغلات هنا وهناك مثل تسمم مياه البصرة، الكهرباء، البطالة وتمرير نتائج الانتخابات، وبالتالي كما يقول تشكيل حكومة ليذهب الآخرين إلى الجحيم. أبو مصطفى البياتي من لندن. رسالة أخرى يقول فيها السلام عليكم أستاذ عمر، أريد باختصار الحالة التي يمر بها العراق كالآتي: المرجعية كما يقول هو المرجعية رأس الداء، والثورة العارمة هي رأس الدواء. تحياتي لك. رسالة من مبروك من الإمارات يقول فيها: شهدنا في الأسبوع المنصرم ظهور تكتلات سياسية وتحالفات جديدة بين خصوم الأمس القريب بغية تشكيل الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة الجديدة، وكأن العراق ليس فيه شعب ومواطنون يعانون من شتى أنواع الانتهاكات في حقوقهم المعيشية والإنسانية وعدم توفير الخدمات. يقول فيها رسالة أخرى يقول فيها أخي عمر، نفتح الرسالة: أقسم أن تسمم مياه البصرة فعل إيراني بأيدي عراقية، وذلك انتقاما منهم لأن حرقوا صور خميني وصور خامنئي والهتاف إيران 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 برا برا، ليعلم الشعب هكذا. ولكن المرجعية أين دورها؟ أين دور المرجعية؟ بس تأخذ الخمس مال آل البيت. أين الدين؟ أين الدين وأين الإسلام من كل هذه؟ رسالة أخرى من أبو حسام النعيمي يقول فيها: تحية لك أستاذ عمر ولقناة الرافدين. يقول: سبب دمار العراق، نعم، يقول فيها، هذه رسالة قديمة طبعا، يقول فيها: على كل مواطن وطني شريف من كل الطوائف مساندة أهل البصرة في تظاهراتهم المشروعة، لأنها لمصلحة كل شعب العراق، وترك فتاوى المرجعية وبقية المعممين الذين باعوا العراق وشعب العراق بأبخس الأثمان، والقيام بثورة مليونية ضد هذه الطغمة العاملة الفاسدة وضد أسيادهم الإيرانيين وطردهم من أرض العراق، أرض الأنبياء والمرسلين. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد. تقرير لصحيفة واشنطن تايمز الأمريكية قالت فيه بأن حكومة العبادي فشلت في توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية والتنمية في البلاد، وأضافت الصحيفة بأنه رغم زعم حكومة العبادي بأنها نجحت في القضاء على تنظيم الدولة والضغوط الانفصالية، إلا أنها فشلت بشكل مثير للسخرية، وصفته بشكل مثير للسخرية، في تهدئة الجنوب والوسط الغاضب في أكبر تحدي لسلطتها في المناطق التي من المفترض كما قالت أنه يهيمن عليها الشيعة. نقلت الصحيفة عن المتظاهرين في البصرة قولهم بأنهم رفعوا سقف المطالب بعد استخدام القوات الحكومية العنف ضدهم، مؤكدين بأن الحكومة فشلت في تنفيذ وعودها وترسخت أكثر الاتهامات للعملية السياسية بتبديد وسرقة مقدرات وثروة البلاد. معنا اتصال صبحي من كركوك، تفضل صبحي. صبحي تسمعني؟ نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. بالنسبة لولا أمريكا، هو قال أريد الصدام، قال أريد العراق قاع.
هم اليهود يردون لبني إسرائيل، لأن يعني اليهود وحن الإسرائيلي. فهذا قاع، هذا متحفين سنة 88 رأيت رؤية بالنام محمد صلى الله عليه وسلم ومريم تضرب علي رجله تبكي. فهذا لازم يكون دماء من وراء. هذول اللي جابوهم كلهم جناشيهم العراقي. صاروا احزاب عند امريكا 2005. هذول ياكلون اموال الشعب. الشعب كل شيء ما يشوف. هذا القائد شو اسمه المايك راح ينفوا منكم، راح تطلعون البيوت يوقعوهم. هذا اياتك بالقران الكريم، البيوت اللي يوقع بعد ما يقدرون يبنوه. فاختاروا آيات السود حاضر هو، يمكن أنا سامعها بإيران. هذول إذا ضروا صيروا وياهم، فما تنتصرون إلا ويا هذول. فهذا سنة والشيعة خلي ينتبهون، الإكراد هم أصلهم اليهود. فلا لا شلون أبو من أمريكا صبحي أمريكا صبحي صبحي تسويهم حتى يضربون المسلمين. صبحي تسمعني؟ تسمعني صبحي؟ نعم تفضل. شنو الأكراد أصلهم يهود؟ شنو هذا الكلام؟ منين جبته؟ هذا بالقرآن الكريم لا موجود. لا وين القرآن الكريم؟ إبراهيم الخليل منين طلع؟ هم قسم قليل يا أخي. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان ها ما كان هذه كان الآية القرآنية جاب الأكراد على اليهود. كانوا بني يهود. ليس من بني إسرائيل سيدنا إبراهيم. بنو هنا نعم. هم الكراد هم أصلهم يهود. هذا الكلام مردود علي صبحي وغير صحيح، وأنت تخالف القرآن الكريم كما أشارت الآية. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا الكلام مردود علي، يعني ما أعرف، إحنا في القرن 21 وبعدنا في هذه العقلية. أبو مصطفى من الموصل، تفضل أبو مصطفى. بارك الله أستاذ عمر. أهلا بيك، حياك الله. بارك الله بيك على هالرد. هذا الأخ يمكن أنه بالأصل تركماني، ما نريد إحنا ما نريد نعلق ولا نقول ما نعرف هو منين. هو يمثل رأيه ونفسه، ما يمثل أي أحد. تفضل. إحنا الأكراد بهم، يا ريت نموت مثل الصالحين اللي ماتوا على دينهم الحنيف المسلم الحنيف. يعني هذه مع الأسف شوف هذا الشعب العراقي ثقافته استوردها من الأحزاب الخارجية اللي دمرت هذا البلد. يعني أنا أرجع وأقول يا عراقيين، عندنا حلين، إحنا إما نترك البلد كلنا ونعوفه للمجوس واليهود والصليبيين، وإما كل توحد وإحنا الحل بيدنا. ترى كذب، ما الحل بيد البلوان، إحنا كلهم نعرفهم، هم فسادة. البصرة اليوم تعاني، قبل كانت تعاني الموصل، تكريت، الرمادي، معقوبة، بغداد، مندين عد كل العراق اليوم مريض. احنا نرجع ونقول العراقيين كلهم هم اليوم بالشرطه بالقوه الامن الداخلي وزاره الدفاع. ذكرت قبل شويه ام عبد الله تقول لك العبيدي نوعا ما عنده حسن، لا بس ما طول ما شويها هذول الفسده، فهو اصبح فاسد اليوم ضباط الجيش. عبيدي ولا غير العبيدي، شو يقدر يسوي مع هاي العصابة الكبيرة اللي حتى الرئيس الأمريكي سماهم مجموعة من السراق؟ شو يقدر يسوي؟ أحسن. نعم لكن أنا ما أقول نعم أستاذي العزيز العمر. نعم. نرجع ونقول للأسف الشديد أكو هناك بعض الفئات في العراق، ما بنسمي نقول شنا شيعة، هم كلنا إن شاء الله أخوة، يعولون على بعض الأشخاص مثل عندك الصدر. أخي صدقوني الصدر يا شعب العراقي، الصدر أخطر من المالكي. المالكي شره واضح، أما هذا يموت الثورة، يموت المظاهرات. يعني وصلت رسالتك أبو مصطفى من الموصل، عذرا على المقاطعة، انتهى وقت البرنامج. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.